السلام عليكم، اكيد دايرين؟ في امان الله. صافي مسدو غايه لهذا، راه غير جاني البرد وصافي. ما تبقاش تقول لهاد خينا برصاوي ما نتفرجش في الفيديو ديالك. الحاجه اللي تسخطنا بالضحك فاش كتجي لهنا بنادم كيبان عابط فاش يكون كيتصور. اللي تيدير ها اللي تيدير ها، زعما فهمت زعما باش يجيبوا التصويره واعر كيبان عابط. How much is this? Our book 5 euros, complete. How much? 5. Complete or 5? Oui, complete. You speak French? Oui. Je suis d'ici, moi. Je suis d'ici, moi, tu me fais ça? Bon courage, bon courage. مساكن كيبقاو فيا هاد العنودة صاحبي، تيبقاو فيا مساكن لا تورا فهاد اللعيبات. استرزقوا الله ما هضرتوا مع راساتكم، شتوا شويه بارك، نهضروا شويه في المعقول. دابا تتشوفوا هاد لا تور ايفيل، هاد الخصاصه كيفاش دايرين، الشجره هادي كيفاش دايرين. كتبقاو تقولوا هاد الناس كيفاش داروا وصلوا، كيفاش داروا. اليوم بغيت نهضر على الغش، ما بين الاسباب الرئيسيه ديال النجاح ديال الدول كامله اللي تنعرفوا، لا جابون ولا كوريا ولا، هو انهم ما كيغشوش في خدمتهم. حنا الغش عندنا تيبدا من الصغر، بنادم تيبدا في القرايه راه مني وجبد. بعض المرات كنا دي ماتيغ تنبقاو نحرزو فيهم باش نجيبو مزيان، هي تتقول واعلي هاد الماده ما عندي ما ندير بها، واعلي علاش تيقريونا هاد الشيء، واش انا نبقى نقابل هاد 16000 ماده. اتفق معاك كيكونوا مواد بزاف، ولكن لاحظت بان انا وقع لي واحد ستور، واحد المواد ما كنتش كنديها فيهم، وديك المواد دابا في خدمتي فاش نخدم تمنى نقول يا ريت كما كنتش نقلت فيهم، نقول يا ريت كون كنت كنفهم داك الشيء، وكيجيني داك الشيء بسيط بليد. دابا فاش نعاود نقراه ولا تنقول تنشوف شي واحد اخر تيقرا هاد شي اتيديون تنشوفو تيقرا هاد، تيجيني داك الشيء بليد، كنقول مالي علاش كنت مكلخ اصاحبي. يعني الطريقه اللي كنا كنخدمو بها، الطريقه اللي كنت كنخدم بها في داك الماده ما كانتش مزيان، هكا كانت عندي ليدي كنقول هاد الماده ما عندي ما ندير بها صافي. مثلا نعطيكم مثال كونكري، الدغوا انا انفورماتيزيان لا علاقه مع الدغوا، وكانت عندنا ماتيار ديال الدغوا انفورماتيك، فهمتي كتدخل قد 9 ساعات البروف كيبقى يهضر يهضر يهضر، حيت بهاد الماده غادي ندير بها ديجا كتدخل ديموتيفي لداك الماده ما تتديهاش. والله الا حاليا دابا عرفتي شحال دابا كنقلب في الانترنت باش نفهم داك الشيء، ما عنديش الوقت، ما عنديش الوقت باش نقرا، خصني شي واحد هذا، وخصني نشوف ناس واحد اخرين يفسروا لي شي مسائل. اي ماده قريتيها عندها واحد المعنى، خذها غير كولتور جينيرال، هي ثقافه عامه، فهمتي هذا هو النصارى باش سابقيننا. الثقافه العامه راه كتلقاه تيفهم في جميع لي دومين، ما تنهضرش على كل شيء، ولكن لا ماجوريتي ديال النصارى اللي واصلين دي كادغ فهمتي سوبيريور وداك الشيء، فاش تهضر معاه في شي دومين تي عنده ما يقول. دوك اخوتي الله يرحم الوالدين، ديك المواد اللي تيجيب لكم الله راه ماشي مهمه انت تنقلوا فيهم، فهمتي ما عندك ما دير بها، خذها غير ثقافه عامه وبدل طريقه الخدمه ديالك، شونج لا ميثود دو ترافاي، راه هذاك هو اللي المشكل فيه. ويلا وقع لك فشل مثلا خدمتي داك الماده وما جبتيش فيها الوغ كنتي نقلتي تقدر دوز، ماشي مشكل داك الفشل اللي وقع، نصاب دوز بدراعك وما دوزش بالنقي. ولكن كنعرف بزاف ديال الناس دابا واحلين دازوا بالنقي النقي 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 في الخدمه، والله ما كتطفروا بالله حق الله العظيم الا عرفتي راه تحما، لان ما تكونش عندك اون باز. بدلو غير لا ميثود دو ترافاي، مثلا شنو كنا كنديرو، واحد ما مثلا شي واحد كيكون كيفهم في شي ماده هذه طريقه زوينه، هو اللي تيقري صحاب، وانا من الافضل يكونوا غير جوج ديال الناس، ما يقريش امه، يقري غير جوج ديال الناس، يقري غير واحد صاحبه ولا فهمتي، يكون صديق ولا صديقه ديالو في القسم يشدها ولا يشدو ويفسر له الماده، عاوتاني الاخر يشد ماده ويفسرها له. علاش؟ لان فاش كتاخذ الماده من عند شي صديق كتفهمها احسن من البروف، هو تيفسرها لك كيف ما هو فهمها، هو من واحد الجهه شنو تيدير، تيمشي تيقرا داك الماده مزيان وتيفهمها مزيان، دونك هو بعدا لافونتاج انه إل أبخون و إل بارطاج افيك توا، دونك ديما جابخون جو بارطاج. فاش تيمشي تيخدم داك الماده كيتقنها، لان غيفسرها لك، وفاش غيفسرها لك غيبقى يبانوا ليه دي تخو، تبقى تسولو تقول ليه وهادي كيفاش، ويبقاو يبانو ليه شي مسائل اللي ما كانش كيركز عليهم. هادي طق، هادي الصراحة عندك الحق، وغتبقاو تناقشو وغتخدمو في الامتحان. فاش تكونو كدوزو غادي تقول والله إلا هاد السؤال طرح عليا فلان فاش كنت كنفسر له، والآخر غيقول والله إلا هاد القضية فسرها لي فلان فاش كنا كنخدمو، وغتخدم في جميع لي ماتيير. لا ميم كاين اللي ربي عطاه في دي ماتيير تكنيك بحال الماط بحال الفيزيك بحال الانفورماتيك، كاين اللي ربي عطاه في داكشي بلا الكوميرس دغوا، انا كل واحد يكومبليتي الاخر.
التعاون اخوتي التعاون التعاون راه هكا باش الناس تيوصلوا راه غير التعاون لا كولابوراسيون راه لا سوسيتي باش كتنجح فاش تيكون التعاون القرايه هكا خص الانسان خصو التعاون ماشي بنادم تي فاهم شي حاجه تتقول ليه كتقول ليه خدمتي هذيك تيقول لك والله ما قصدت فيها صاحبي والله يخليها على الله اخليها على الله الصراحه شنقول لك ما عرفتش حنا كم ضربه فينا الشوكه تخاف من العين ولا ما عارف درتيها شحال من مرات انا تيجي تيقول لك خدمتي هذه كتقول ليه شويه وصافي ولكن الحمد لله انا كنت الخدمه ديالي كنت كنخدم مع الناس تنعطي وكتعجبني هاد لا ميثود لان فاش كنعطي في نهار الامتحان والله نقسم لكم بالله فاش كندوز والله الا كتنفعني ديك القضيه فاش كنت كنفسر لواحد اخر وكنت كنطرطق العشرينات غير لهاد القضيه ديال ان كنت كنفسر شي ماده لواحد اخر بالطريقه ديال الخدمه وما تبقاش تنقلو بزاف النقل راه ما تيفيدش يمكن لك تدوز بالنقل مر العام العام ودوز عاوتاني تنقل لعام اخر دوز واحد الماده وتنقل تنقل 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 تجيب الدبلوم ديالك بالنقل حياتك كامله غدوز نقل غتخدم غتبقى تغش في الخدمه ديالك هادشي فاش تغش في الخدمه ديالك تضيع بلادك وتضيع المواطنين وصافي وصافي البلاد كتكولين كتهبط لتحت هاد القضيه ديال النقل 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 والغش في القرايه الانسان كيبقى يفقد الثقه في راسو هادشي راه نفسيا راه نفسيا كيبقى يفقد الثقه في راسو اي حاجه تيبغي يديرها ما تيقدرش يعتمد على راسو حتى في الحياه دابا البارصه غتلعب غدا هنايا بنادم كيشوف فيا كيشوفني لابس تيشيرت البارصه كيشوفني لابس كدا وبقى يقول هاد خينا هذا شدوني للباريزي شدوني فرعوني وليت اللي تيساليو معايا هما اللي تيجيو تحت هاد الحديده كبيره كيتجيو الصوره هي كبيره صاحبي كيبقى يحلي تحت الحديده كبيره بقى يتصور كيجي العرق بنادم شد الصف شد الصف باش يطلع عمري طلعت ليها خمس سنين انا هنا عمري طلعت اش غندير بها طلع يضربني البرد صاحبي شحال د الريح ولا بغي يرصى دابا فاش الانسان تيبقى يغش في قرايته تمشي فيه داك العاده و تيبدا يغش حتى في خدمته دابا نعطيكم مثال داك النهار شفت شي فيديو ما عرفت فين في يوتيوب ولا داك الشيء تصوروا في واحد المستشفى واحد دير كاميرا كاشي ودخل كيصور هكا مع الدخله فهمتي دي بان واحد الجروب ديال لي زانفيرميير فرمليات جالسين حاطين التكركير ما فهمتي ما كاين لا خدمه لا تلعب انا عمري دخلت لشي اداره انا في فرنسا ولقيت شي وحدين تيكركر ولا كيضحكوا ولا تيفرقوا اللغه هكا بجوج جالسين وفهمتي وبنادم واقف فهمتي كيدير الصف وهما كيضحكوا وينشطوا ما كايناش ياك في البريفيكتور البريفيكتور عندنا حنايا لي زيترونجي فيها طالع لهم في راسهم كل نهار دايرين عندهم الصف تما يعطيونا اوراقنا كل عام والله الا خدامين هادشي خدموا ما كاينش الغش ما كاينش الغش صح تتلقى فهمتي تجيني سبق لي لا فشي فهمتي ما عرفت كي وانا فين ما دخلتي في المغرب ضروري تتلقى شي واحد كيغش في خدمته تتلقى في البنكه ولا في شي اداره هكا ديال الضرائب ولا كتلقاه كتهضر في التليفون ولا تتلقاه تيهضر في التليفون خدام حتى فهمتي مشى يشرب قهوه ما عرفت شحال بقى شي ساعتين مشى يجيب يتسخر يجيب الموريند يتسوق فهمتي خارج من الخدمه مشى كنغشوا اخوتي بزاف كنغشوا حنا ما يمكنناش الا بغينا البنات تقدم خصنا ما نبقاش نغشوا تكبر فينا عاده راه العاده سيئه جدا وبها باش الناس وصلوا انهم ما تيغشوش في خدمتهم الله يرحم لكم الوالدين خصكم واحد الضمير المهني انا اقول انا مسلم هادشي التربيه ديال الدين ديالنا ياك الاسلام ديالنا هادشي ما كنفهمش انا والله ما كنفهم علاش حنايا عندنا هادشي كامل في القران عندنا في الاحاديث النبويه والضمير ديالنا سبحان الله مثلا وليت اللي تيفقصك واللي تيحمقك والاخرين ما عندهم لا دين اصلا ما كاينش عندهم هادشي في الدين ديالهم ما كاين عندهم واحد والله سيدي الا كاينين شي نصارى الا تنهضر معاهم ما عندهمش معتقدات كاع ما عندهم حتى شي دين تتقول له تيقول لك عني ما كنعرف انا لا استغفر الله العظيم ولا وتتلقاه في خدمته ما تيغش ما تيدير حتى حاجه كتبدا تقول اصاحبي دابا هذا ولا خصو يدخل الجنه يا صاحبي والله الا تيفقص حق الله العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا ما نغشوش وصانا نتقنوا العمل ديالنا
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. السلام عليكم.